الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعي الأعزاء، إنما كنتم في فيديو جديد إن شاء الله كله فائدة وكله معلومات جديدة لم تسمعوا بها من قبل. قبل أن نبدأ أقول لكم إضحى مبارك على الجميع، وإن شاء الله يديمه الله عليكم سنين مديدة بإذنه تعالى. الشيء أو الرمز الذي سنتكلم عليه في هذا الفيديو إخواني الكرام هو رمز الجحر في المنام أو الثقب في الحائط. يعني الجحر ممكن تجد له تفسير، تدخل الكتب القديمة ستجد التفسير بأنه فم الإنسان الذي يعني ينطق به ويخرج منه كلام طيب أو أمانة أو يعني شهادة حق أو شهادة زور أو كلام قد يعلي صاحبه أو كلام قد ينزل صاحبه أسفل السافلين. تغير الزمن وتطورت الدنيا وبنينا البيوت بالإسمنت الذي لم يكن موجودا في السابق وعملنا أشياء كثيرة، فأحيانا بعض الناس قد يرى مثلا ثقب واسع في الحائط في حائط بيته أو مثلا ثقب في مكان عمله فيعبر عنه أنه جحر، فالناس تختلف أحيانا في هذا الرمز، فأردت أن أوضح لكم هذا الشيء. فعلى عموم يا إخواني الكرام أو على عموم الحال فإن الثقب الذي يكون واسع كأنه تحسه لحيوان أو تحسه هذا الجحر مثلا أو هذا الثقب في الحائط أو في الأرض أو تحت الدرج أو في أي أو في غرفتك أو في أي مكان فكله جحر، فأكيد ستكون فيه حشرة سامة لا قدر الله أو فيه مثلا نوع من الطير يضع فيه بيضة، المهم يكون فيه شيء. فهنا إخواني الكرام يعود التأويل إلى تأويل الجحر ويعبر عنه بالفم، وكل ما يخرج منه من حيوان أو شيء على غير العادة أو حشرة فهو كلام بمنزلة ذلك الشيء الذي خرج منه. يعني على سبيل المثال ويمكن إخواني أن نؤلف كتاب من هذا الرمز، والله أؤلف كتاب من 30 صفحة على الأقل. فعلى سبيل المثال تقول لي أني رأيت جحرا خرجت منه عقرب لا قدر الله، العقرب مخيفة، فهنا أخي الكريم يعود الأمر إليك أنت، أو ربما قد تقحم نفسك بكلام وتتسبب في أذية نفسك لا قدر الله، أو قد تنكشف أو قد تكشف شيئا خرجت منه أفعى تكون أشد خطورة، خرجت من جحر ضيق مثلا أرنب، وربما هذا يكون رجل لا يمكن أن الاعتماد عليه، وربما في حالة أخرى أن تكون امرأة وأنت مثلا متزوج تخرج لك وتقع في مشكلة أو بكلمة معها أو تطعن، يعني أشياء كثيرة تعود إلى تفاصيل أخرى. عندما أنت تعطيني بعض التفاصيل على نفسك وحالتك الاجتماعية وعلاقتك مع الشريك ومع زوجتك ومع خطيبتك يمكنني أن أفسر لك ما هو رمز الشيء الذي خرج من ذلك الجحر أو الثقب الذي هو موجود في حائط أو في أي مكان أنت رأيته. يعني دائما الثقوب إخوان الكرام والجحور تفسر بفم الإنسان في أغلب حالاتها، لا أقول كلها لكن في أغلب حالاتها تفسر بهذه الطريقة. والفم ما يخرج منه إخوان الكرام من كلام طيب قد يكون منزلة وعلو وقبول، وأحيانا إذا الإنسان يكون قد قال كلاما أو لا يمسك لسانه ورأى مثل هذه الرموز فعليه أن يحذر، لأن كلام أو الكلام الذي يتكلم به يصل إلى ناس أخرى ففي من يوصل لك أسرارك. أتمنى إخواني أن تكونوا قد فهمتم الفيديو لأن الفيديو صعب شوي وشرحه يعني غير يعني واضح 100%، إن لم تفهموا ويعني لم تحسوا باستيعاب للفيديو أو استيعاب للفيديو اكتبوا لي في الكومنتات أسفل هذا الفيديو، يعني نحب جزء ثاني لتوضح لنا الموضوع أكثر. على أمل أن نلتقي بكم في فيديو آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.